خلف الشارع ولا شو ده الافضل طبعا ان شاء الله. هذا الشارع مدخل رئيسي للبلد والمدخل المتصل مع المحافظات الوطن بمجملها، فهو شارع له اولويه. فترة الأعياد ووقفات العيد والآخرة بكون في حركة، وما بين ناس ضيوف جايين عندنا وبين إحنا أهل البلد خارجين عند أقاربنا وأهلنا. الفكرة هي كانوا في العام الماضي العمل التطوعي كان ترك بصمات وأثار طيبة، تفاعل الناس معها، لفتت نظر الناس لمفهوم تعزيز ثقافة العمل التطوعي، تعزيز ثقافة الحرص على نظافة البلد والتعامل مع التخلص من النفايات بطريقة سليمة وفيها من النوع الانضباط والالتزام الأخلاقي. الشباب مشكورين، أصحاب همة، أصحاب غيرة على البلد، يعني تداعوا مع البلدية، بتعاونوا مع البلدية بكل التفاصيل لعمل يوم تطوعي جديد كان بداية الموسم اللي هو بعد عيد الفطر. بلشوا في إجراءات وهمة جديدة، كان الانطلاق من هذا الشارع على مدار أربع مراحل أربع أسابيع حتى نهاية دوار نور شمس أو دوار الشهداء. الفكرة هون احنا اليوم معكم على أساس أن نتواصل مع المحلات التجارية، نسمع منهم يسمعوا منا، يسمعوا منا مطالبة في المحافظة على النظافة، التعامل مع النفايات بطريقة سليمة، ندعيهم ونحثهم إذا عندهم أي مشكلة يتواصلوا مع البلدية، يعني لقص في الحاويات، عندهم مشكلة في عمال النظافة ما بيجوا بالفترات منظمة على أساس نتابع ملاحظاتهم. الهدف التعاون، الهدف إيجاد ثقافة عند المجتمع الكرمي والفلسطيني بشكل عام أنه يكون في نوع من التعاون. يعني أنا بشير بعض الكرة المجالس القروية عامل نظافة عندهم فقط واحد لا غير. ليش؟ هم لا زالوا بتبعوا النظام القديم، نظام سيدي وستي ووالدي ووالدة، اللي هو كل واحد بنظف باب بيته أو باب محله. فبتجدوا في بعض الكرة اللي عدد سكانها أكثر من 10,000 شخص عامل نظافي واحد. ليش؟ لأنه كل واحد بتحمل مسؤولية باب بيته وباب محله. هذا النفس اللي بدنا إياه. إحنا ما عرفنا مدينة يعني في حركة تجارية عالية، لكن في النهاية لابد من تعاون الجميع. إحنا فريق متطوعي بلدية طول كرم، شباب من البلد غيرين على البلد وعلى مصلحة البلد، حابين نشوف بلدنا نظيفة، حابينها تكون مميزة، بنحب بلدنا، بنشارك بشكل أسبوعي تقريبا في حملات تنظيف في شوارع ومداخل للبلد عشان تكون طول كرم مميزة فقط، يعني مش أكثر، بس همنا ومصلحتنا البلد فقط، يعني أولا وأخيرا. طيب عن حملة اليوم أو عن مبادرة اليوم، إحنا كنا بحملة على مدار 3 أسابيع، وحتى كان في بينهن خلال الأسبوع في يوم بالأسبوع كمان، يعني في نص الأسبوع كمان كان في حملة تطوع من مدرسة زنوبيا لعند دوار الشهداء اللي هو في نور شمس. هاي الحملة كانت تنظيف كامل مع دهان في الأرصفة والشوارع، وكانت حملة كثير مميزة ولاقت صدى حلو وطيب. إحنا هذا الصدى والأثر الطيب بدنا نزيده عند الناس، بدنا نفوت على الناس ندخل عليهم، يعني كلمة طيبة، حبة حلو. طبعا الحبة الحلو مقدم من العنبتاوي مشكور، مبادرة منه، وتوعية هيك مع بروشور زي هيك، توعية للشباب لأصحاب المحلات إنه نحافظ على هذا الإنجاز، بس مش أكثر. يعني كل عام وانتم بخير. نشكر البلدية والإخوان المتطوعين، ما شاء الله فعلا طلع شارع مرتب نظيف بعد ما عملوا الإشارات هاي والخطوط وين المواقف وتعليم الحجر الأرصفة والنظافة. فعلا انه بين انه شارع وسوق تجاري قوي على شارع نابلس، مش بس شارع، يعني هو يعني خلينا نقول ممر لدخول طول كرم. هذا الشارع صار سوق ومحلات تجاريه، محلات حلويات، مطاعم يعني. بس برضو انا طلبت منهم انه يكون ان شاء الله انه بلبوا الطلب، انه يكون ممرات مشاه، يعني انه يقطع السوق يصير سوق طبيعي هنا، يعني مطبات او تخفيف سرعه أساس إنه هذا السوق الناس تمشي فيه مشي يعني مش على أقدام مش بالسيارات. نشكركم ونشكرهم طبعا، وبارك الله فيكم فيهم. دهنوا الشارع من أوليته لآخرته، وبدها مساعدة الشغلة، يعني لازم أي حدا يعني بيشوف أي إشي يحافظ على النظافة، بالنهاية لإلهم ولإلنا يعني.